انا بعطيك 10,000 ريال بس دق علي رقم سعودي او رقم انا اعرف بالانجليزي نو كولر اي دي ما في هويه البصل يعني. اتوقع انك مروق تبغى انفض قلبك واسحب بطاقتك الحين 5000 ريال وعلمك. لا تنسى عزيزي المتابعه تضغط على اللايك وتشترك في القناه. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير في اعظم وافضل سلسله موجوده في القناه، سلسله الاتصال بيوتيوبر معتزل، ولكن يوتيوبر اليوم قسم بالله العظيم يا جماعه الخير من افضل اليوتيوبر اللي كنت اشوفهم في عام 2018 و2019 و2020، جت فتره وانقطع فجاه، قسم بالله العظيم ما ادري وين اختفى. لاحظت في الكومنتات ناس كانت تطلب خالد، اللي ما يعرف منه خالد يا جماعه الخير، هذا خالد شخص كان ينزل فورتنايت وكان والله العظيم جايب ارقام قويه ذيك الايام، مشهور مرة. ولا أخفيكم في قناتي الجيمينج القديمة هذا خالد كان له فضل علي يعني شوي، كان ينشر لي في البثوث المباشرة قل روحوا تابعوا في وار. وتواصلت مع واحد هو خوية تمام، وأنا أعرفه قد قابلته في المعرض حق الجيمينج وش اسمه يا أخي، كان في معرض مو في الصالة الخضراء، لا في معرض الكتاب، كان في معرض جيمينج اللي يتذكر أول في عام 2018. وصلت مع خوية وقلت له أبغى الله يسلمك رقم خالد وتكفى لا يدري. خوية هذا هو اللي ماسك أدسنس حقه وماسك يوتيوب وماسك كل شيء عنده. قعدت 4 أيام أبحث عن معلوماته، جمع لي كذا معلومة، وكان هدفي الأول أني أحصل على بطاقة الصراف. طبعا أنا ما أعرف الآخر 4 أرقام جبناها من موقع أمازون، خالد خوي خالد كان مسجل موقع أمازون وطالب الخالد أغراض وقال لي هذه رقم بطاقته. طبعا هو بسبب ثقته فيني ويدري أني شخص يعني ما راح أستخدم بطاقته في أشياء ثانية، راح الآن يا جماعة الخير نتواصل ونتصل مع خالد في آخر الليل الآن ونشوف وضعه ونشوف ليه معتزل. طيب يا جماعة الخير مرحبا ومسهلا، جبنا رقمه وراح نتواصل معاه الآن، ولكن يا جماعة الخير أنا والله العظيم ما كنت بتصل، ولكن شفت آخر ظهور له في الواتساب قبل ما يقارب 3 دقائق فقررت أتصل عليه الآن. إن شاء الله رقم مميز. ألو 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 السلام عليكم. السلام الله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله الحمد لله بخير. من معي؟ الأستاذ خالد. تفضل. حياك الله أستاذ خالد، أقدر أخذ من وقتك 5 دقائق بس؟ طيب كل من معي أول وبعدين تفضل. أحتاجك بتعرف بعدين من أنا، ولكن أبغى أتكلم معك 5 دقائق. لا حبيبي إيش اللي تعرف بعدين؟ داق علي ساعتين بالليل وطلع لي نو كولر أي دي رقم مجهول، ومن وين جايب رقمي وتقول لي 5 دقائق؟ من معي طيب أول؟ لا يكون صحيتك أستاذ خالد، أنا أعتذر. الله أنا مشكلة يعني حبيبي، بس تفضل يعني بس نقول لي مين معي وتفضل. راح تعرف من أنا بعدين، ولكن أنا حاب أتواصل معاك في بعض الأشياء تمام؟ تفضل. تمام استاذ خالد، تسمح لي يعني ب5 دقائق الى 10 دقائق ما تقفل في وجهي الخط اوكي؟ لا 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 3 دقائق. ليه على 3 دقائق؟ مددها خلها 5 خلها 10 يا دخل نص ساعه يلا تفضل. طيب حياك الله اخوي. طيب اخوي خالد انا حاب اتواصل معك بس لان انعرضت لي معلوماتك كامله عندي تمام؟ وحبيت اي نعم حبيت اتواصل معك بخصوص المعلومات هذه تمام؟ طيب تفضل. نعم. طب أول شيء ما تشرفنا باليوم، وش الاسم الكريم؟ ما أقدر والله أقول لك اسمي، أتوقع الاتصال جاك برقم مجهول. ما أقدر، هذه خصوصيات عملي وأنا أخوك. إي نعم. أنت أستاذ خالد ساكن في المدينة المنورة صحيح؟ طيب. إي نعم. أستاذ خالد أنا مثل ما قلت لك عندي معلوماتك طالعة وعارف رقمك هذا خاص ما أعطيته أحد تمام؟ ولكن قدرنا نجيبه. أنا هذا سؤالي، أنا ليش سألت من معي؟ لأن رقمي هذا ما هو عند الأهل، عند الناس القريبة يعني فهمت؟ إي نعم، لا لا حنا أقرب من الأهل وأقرب من الناس القريبة وصلنا. يا أخي اسمع إذا جاي طيق تراني والله بنام مسوي لي يعني مطلع رقم جديد وجاي طيق عن الناس وهذا والله ما لي طبيعك. طيب أستاذ خالد آخر رقم بطاقتك الصراف 3 طيب صحيح؟ سؤال صحيح ومو صحيح مين معاي؟ الرقم السري البطاقة اللي ورا 1. لا ما تقول رقم سري البطاقة لا حبيبي. طيب بس هذه اسمك خالد ساكن في يوقف شوي ثواني بس انت اذا ما احترمتني وما اعطيتني على وقف شوي لو سمحت وقف شوي حياك الله. مين معي؟ راح تعرف من انا بس انت ابغاك تتجاوب معي شوي شوي. لا انا بتجاوب معك حبيبي، سلمني انت مين اول شيء. انا صدق صديق قديم لك وحبيت انتقم منك يا خالد. صديق؟ ليش الانتقام؟ ليش؟ وش مسوي لك انا؟ ما سويت لي شيء، ولكن يا اخي انا ابغى بس ادردش معك بسيط. تبغى اقفل على معلوماتك تدفع 10,000؟ يعني ما شاء الله حسابك البنكي قاعد اشوف فيه ارقام كبيره يعني تمام؟ يا حبيبي ما لك دخل بحساب البنكي اول شيء، ثاني شيء اذا انك صديق كلمني برقمك الطبيعي ارسل لي بالواتس، اما تغير صوتك وتجيني برقم ساكنين بالليل وين يا ابوي؟ استاذ خالد عندك رقم جوال ثاني تبغى اعطيك اياه؟ تبغى اعطيك لوحه سيارتك؟ تبغى اعطيك نوع سيارتك؟ لا 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 لا
اعطيني رقم الجوال. اذا اعطيتك رقم الجوال راح تستمع لي؟ ايه بستمعك. طيب ايش رايك اعطيك شيء اعظم من رقم الجوال؟ لا لا خليني على رقم الجوال اول شيء وبعدين تخلي بالثقيل. يلا انا انا بجاريك ابغى اشوف طيب. النهايه يعني 055 إيه. واخر 4. طيب تمام حلو. تبغى اعطيك شيء اعظم؟ ايش رايك في الهويه؟ ايش رايك في الهويه؟ لا 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 شوف انا ترى اعرف اصيدك في المال عكر استاذ خالد، فاتمنى انك تتماشى معي. 10,000 ريال اقفل عليه الموضوع كامل. اللهم صل وسلم عليه. الان انت جبت رقم تمام، الرقم يعني معناته انك صديق قديم تمام. حياك الله. لكن سؤالي الاول، انت من وين جايب رقمي هذا؟ يعني انت بس تارك كل شيء وتارك على رقمك؟ اقول لك عندي هويتك، عندي اسمك، عندي مكانك، عندي حسابك البنكي، عندي بطاقاتك الصراف، بعطيك اشياء اعظم، عندي حساباتك. طيب اسمع، عندي حساباتك، جميع حساباتك، التواصل الاجتماعي عندي، سناب، انستغرام، واقول لك برضو حسابك في اليوتيوب، قناتك في اليوتيوب موجوده عندي، ولكن قلت ما راح اسوي فيها شيء انها قديمه يعني تمام. عندي الجيميل، عندك ثلاث حسابات جيميل. لا لا سنتين يا رجال، ما عندي سنتين ما نزلت شيء. طيب ما يهمني الموضوع هذا، ولكن الاهم من هذا كله تمام، انا ابغى يعني اكون معك على بينه واكون معك على اتفاق عشان انهي الموضوع. انا شفت اسمك طالع لي في الشاشه، قلت الرجال هذا اعرفه وراح اتواصل معه تمام. الشباب ناويينك ترى على فكره يعني ايه، ومعلوماتك كلها عندنا استاذ خالد، ولكن حابين نتاكد منك بعض، بس بعض الاشياء تمام. لو طلبنا منك مبلغ 10,000 ريال ونحذف معلوماتك كلها راح توافق؟ لو ما اعطيت المبلغ هذا وش بيصير بمعلومات البيانات يعني؟ يا سلام، بطاقاتك الصراف راح تنعرض تمام، ممكن بيعها على ناس مثل ما هو معروف يعني، ممكن بيع لبطاقته وانت يعني ما شاء الله يعني باين عليك الخير استاذ خالد. الله يجزاك خير. اي نعم لا اله الا الله. ممكن تتعرض يعني لاشياء كثيره. اوكي بتقول بوقف بطاقتي من البنك صح؟ برجع لك مره ثانيه. طيب ايش رايك؟ بما ان عندي كل معلوماتك برجع لك. اسمعني انت يعني فارحني الان. طيب عشان يعني الناس ما تقول انت ان انت على بينه، انت خليك معي على بينه. سم. هل انت هكر؟ تقدر تقول اخوي. هل يعني ما ادري والله حيرني يعني، يعني جايب رقم جوالي هذا وجايب رقم جوالي ثاني ورقم نهايه الاضافه حقي وايش بقيت يا اخوي؟ والله شوف اقدر اوصل لك من اي مكان واي زمان استاذ، انت مثل ما تعرف يعني تقدم العلم. نفس المارد يعني نفس المارد. نعم اقدر. انت اتوقع انك مروق تبغى انفض قلبك واسحب بطاقتك الحين 5000 ريال وعلمك. شوف مدوح انا اتصلت عليك وانت منسدح معك يعني، منسدح ولازمك منسدح وبشوف ايش النهايه معك يعني. شوف من سلفة نهايه ما اتوقع انك توصل معي للنهايه تمام، ولكن نهايتي بالاخير 10,000 ريال وانا احذف كل معلوماتك كلها يا استاذ خالد. خالد اسمع هويه واحد. اسمع حياك الله. انا بعطيك 10,000 ريال بس دق علي من رقم سعودي او رقم انا عارف. يعني ايش بتسوي؟ يلا عشان انا اجيبك طرف واجيب بياناتك. تجيب بياناتي انا؟ عادي شفت البيانات اللي عندك هذه كامله انا اقدر اجيبها. طيب خالد شو رايك؟ طيب ركز معي، ما راح تقدر توصل لي تمام؟ لاني انا مشفر كل شيء تمام؟ هذا الشيء الاول. خالد انا اقدر اتصل عليك من اي مكان، شوف متصل عليك من مكان، الحين انا متصل عليك اتحداك اذا طالع لك الرقم. مو طالع لي بالانجليزي، نو كولر اي دي. يا سلام. ما في هويه المرسل يعني. يا سلام. إيه. وعلى شركه ايفون سامح انها تطلع هويه المتصل ولكن انا شايلها تمام؟ في يعني يمديني اوصل لك يا خالد والله العظيم، اقسم بالله العظيم، شوف ما ابي احلف، انه يمديني اوصل لك من اي مكان، يا رجل اقسم بالله اني اقدر اجيك بيتكم، يعني اوصل لين بيتكم من قوه ما لا لا ماني جايك انا، ولكن قاعد اقول لكم معلوماتي، المعلومات اللي عندي توصلني لبيتكم تمام؟ هذا الشيء الاول. 10,000 تدفع اي او لا؟ مقابل اني احذف كل معلوماتك وكل بطايقك. تراك انت شخص مهم لي، ركز معي، انت شخص مهم لي، فعشان كذا يوم شفت اسمك عارضين الشباب قالوا هذا متسربه معلومات، انت شابك واي فاي ممكن اخر شهر في مكان عشوائي، وعلى اني والله قلت ما اتوقع انه يشبك واي فاي الرجال ما شاء الله عليه، يعني ممكن يشتري 3 واي فاي تمام. فلا اله الا الله. اي نعم فقلت ما اتوقع، ولكن قدروا يوصلون لك تمام بسبب نقطه انت اتصلت فيها اتوقع بطريقه عشوائيه، قدروا يوصلوا لك الشباب. يوم شفت اسمك وشفت صورتك ترى حتى صورتك مثلاً كيف؟ اقول لك مقهى يعني مثلا. والله ما ادري يعني وكذا. والله ما ادري، ولكن اللي باين لي واللي واضح لي ان الشباب وصلوا لك، وصلوا لكل معلوماتك. اول ما شفت معلوماتك قلت هذا الشخص عندي تمام. يعني هل انتوا مثلا منظمه يعني ولا شركه ولا ايش بالضبط؟ انت ما ادري، انت جاي تحقق معي استاذ خالد؟ لا لا لا
معك يا استاذ خالد، بس السؤال يعني للفائده يعني فقط. استاذ خالد السؤال، بس حتى انا بسالك سؤال واحد يعني. اي نعم. اخر صديق تقابلت معه من هو؟ ليه يعني؟ مو مهم. مو مهم. لا الموضوع بالنسبه لي مهم. تقدر تطلع دي اخر شخص انا قابلته اليوم مثلا؟ لا بس ان معلوماته ممكن تنسحب. لا يا اخي شوف تبي اسمعني يا ابن الحلال، الشيء بيني وبينك انا لا ادخل الناس اللي حولي وصديق وهذا ما له علاقه. طيب اقدر استاذ خالد معلش تسمح لي اسحب بطاقتك بس 10,000 لاني محتاجها، انا دق عليك عشان الموضوع ذا. 10,000 بس يا اخي. ايش 10 كنت تقول 10 ريال؟ ايش اللي بس 10,000؟ 10 ريال هي. لا ايش 10 ريال؟ انت ايش تامر علي؟ ايش تامر علي؟ ابغى 10,000 واقفل لك على الموضوع خلصني. كيف اسلمك 10,000؟ راح اخذها عن طريق البيتكوين. ها نظام يعني مره مشهور، ها مره مجهود. اي نعم استاذ خالد. طيب والله ذكي والله، يعني قلت انا تدرك ترسل لي رقم حساب ترسل لي ايبان شيء. طيب استاذ خالد والله انا بصدمك بشيء تمام. تدري انا ليه مخترقك؟ لاني انا فانز لك تدري حبيبي. حد لي موقفك الان، ركز معي. طيب الفانز شوف اسمعني الفانز دايم الفانز يحب الشخص اللي ينزل له محتوى والمشهور اللي تابعه من الكلام هذا يعني. تمام بس انت قطعتني ولا اعطيتني سبب ونزلت لي مقطعين قلت والله ما اقطع بستمر وكلها سحبت، وانا والله كنت اتابعك من ايام فورتنايت. ظروف انت ما تعرف ظروف الناس. طيب ظروف الناس قاطع سنتين ولا قلت لنا وش عندك قاطع الناس؟ تدري اقول لك شيء؟ لا الله لا يقوله، ولكن انا سالت كذا شخص يعتقدون فيك شيء ترى صدق. والله يعتقدون فيك شيء ترى، فانا تواصلت معاك. لا تدري ان عندي ولد الحين يتابعك. ظروف شخصيه يعني فهمت، ما يعني ان شاء الله اني اذا لقيت وقت كذا اني برجع ان شاء الله يعني فهمت، برجع وبنزل لك محتوى وكل شيء، بس انت منعنا الان من بطاقاتي ومن ارقامي وهذه كلها يا شيخ. لو تبي انزل لك انا مقاطع كل ساعه انزل لك مقاطع، ما عندي مشكله. توعدني وعد طيب يا خالد؟ لا انت وعدك. والله ابغى اعرف ايش فيك شيء صار لك شيء الفتره الاخيره؟ لا والله لا احذف معلوماتك تمام. ولكن راح اتفق معاك. يلا ايش اللي يا ترجع اليوتيوب ولا اقسم بالله العظيم لا احذف كل شيء عندك يا ابن الحلال. انا ايش قلت لك تو؟ انا قلت لك اني برجع. بترجع متى؟ بترجع متى؟ برجع قريب لك سنتين فرصه بلاقيها. وعد؟ لا شوف وعد مني، هذا وعد مني لك، وانا ما اعرف اسمك ولا اعرف انت مين ولا اي شيء. وعد مني لك اني ان شاء الله في القريب العاجل اني برجع. طيب خالد والله طولت الغيبه الصدق، انا اتكلم جد طولت الغيبه. لا راجع حالتك النفسيه تمام؟ تمام جدا بس شوف انت يعني جيتني يعني انت عكرت مزاجي صراحه. عكرت مزاجك؟ ما عليك بخليك تستانس بعد شوي. بطاقات وبانك وحساباتي وهويتي يا اخي، ما ودك تقول لي انت مين؟ طيب اي شيء يعني كذا راح اقول لك انا مين. يا قاطع اسامه صالح فيوا يا كلب يا حيوان. أسامة في وار أسامة. مع السلامة. خالد هو قبل وجهي يا الله. قبل وجهي يا عيال والله نفس. دقيت عليه بوقت زاق. بس يا جماعة خير اللي يقطع اليوتيوب لازم يسوي فيه كذا، والله يستاهل. جماعة خير متخيلين اقسم بالله العظيم سنتين اني ما اعرف عنه شيء. متخيلين؟ وخويي ترى خويي سنتين ما اعرف عنه شيء. الو خالد. صدقت ان هذا صوت فيوار مسجل الصوت انا ذا حبيبي حدد انت. لا يصير الصوت هذا مركب كمان. لا 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 يلا يا جماعه خير شوفكم. السلام عليكم اخوي. الو علومك خالد. هلا والله اسمع وقفني من علومك من علوم كلان. انت من وين جايب بياناتي هذه؟ دقيقة قل لا الله. لا اله الا الله. بس بقول لك والله بقول لك من اللي معطيني بياناتك كلها تمام؟ يا رجال طار النوم. طيب انت شكلك نسيت ان عندك ادسنس، رحت ضحكت وراك ورحت سالت واحد اقول لك اسمه تحت الهواء باذن الله تمام؟ لاني قاعد اسجل. اقول لك كنت بنام شفت خلاص روشت النوم. طالع الجوال يطلع لي هوية لا ما في لو اي دي ما في هوية المتصل بس سمى القبض. كلنا من متصلين يعني بيدق علي يعني الساعة 2 بالليل وما في هوية. قلت والله اللي ارد لازم ارد والله اني اسف
وبياناتك وبطاقتك تدري وانا اكمك دخلت جوالي دخلت على حافظ البطاقات عندي انا وادخل على البطاقه في نهايه البطاقه طالع الرقم فهمت نفس الرقم اللي انت ذكرت قلت بس راح الحلال راح ام خالد واضح والله من وين والله واضح اني بتصل عليك تو بتنام صدق مخمل ايه اقول لك نام وانا اول شيء انا اسف والله هذا الشيء الاول ولكن الشيء الثاني اقسم بالله العظيم اللي سنتين ما سمعت صوتك وين لا يا حبيبي ما مشكله وينك ليه قاطع ارحمني من المقالب هذه ارحمني من المقالب اول شيء ليه قاطع خالد لا برجع ان شاء الله والله قلت لك ان الظروف شخصيه يعني كذا والله وش اموت واعرف وش الظروف الشخصيه يا خالد بكرة خالد يا رب المطعم صادق انت خلصت الوقت انت لا لسه ما خلصت ابغى تسمع حريه لازم يعرفون كل شيء والله يا خالد والله العظيم يتكلم معك جد لازم يعرفون كل شيء اتوقع انت صرت معاك تدخل يوتيوب انا متاكد والله يا رجال انا كويس عندي تيك توك افا تيك توك وسناب وبس متابع يعني فهمت واليوتيوب والله بين فتره وفتره يعني ما امورك النفسيه كويسه خالد لا والله تمام امور جد يا رجل فوق التمام فوق الممتاز الحمد لله لكن والله بيني وبينك يعني الشغف اليوتيوب والاشياء هذه يعني تقدر تقول راح أفا بعد المقلب هذا الظاهر وانت اول واحد طيب اسمع ارجع اقسم بالله اني عند عينك اقسم بالله العظيم يا خالد لك فقده والله العظيم اني على ما اقوله شهيد يا الله اني راجع باذن الله قريب عاد ان شاء الله باذن الواحد الاحد وانا اسف وعندي اول مقلب يا شيخ بأروي فيه اول مقلب انا والله نياس قسم بالله العظيم نياس يا ابو خلود انت الان قاعد اطور اي والله قاعد اسجل هذه عندي سلسله والله نقاط انا عشان كذا داري تمام عندي سلسله اتصل بيوتيوبر ما تنزل يا اخي انا اول شيء توقعت ان واحد من العيال مطلع رقم جديد وعرف اللي مطلع رقم مميز ولا رقم جديد ولا شيء فبي قاعد يستهبل ايش ما ادري ايش اللي قال لي صوت بنت ولا ما ادري ايش وهذا فقلت يا شفرين يا عطي على جوة يعني شوية يا ولد رقم بطاك كذا هويتك كذا قلت لا هذا شكله مدير كبير هذا طيب تبي أعلمك من اللي يعطيني المعلومات يا لا خلي بس قناة خالد موجودة تحت في الديسكريبشن وهذا آخر مقطع نزلناه في القناة مشاهدة ممتعة